السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهارك شنت سيهام أم فردوس شنت قدمك الطاجين المسرم قيم داكين. قيم تكينغ طريقة التحضير غانغ شوية نقص بار شوية نتيشات على حساب شوية دروس تيتنيورا سكين جبير شوية الخرقوم شوية العمار شوية نتمنجحت أزين كاس نتحرشت بطاطا ثلاثة حبان بطاطا شوية الصلصة الوراق سيدنا موسى شوية حامض الليمون مصير الزيتون التزيين وصافي البصل قص خدز زاد أسر معاود تاني قص ثلاثة تقنتا مني كمل شي تعجي في هذيك خامني طاجين انا شويه نسيت حارش ثاني تاع انا في الشعر حي يختصو قشور نص كرشي شويه نيورا نخلي داكشي كلشي من هوني هذاك زيني الليمون لقيت الشقيق ازين الليمون حامض مصير سنقص قدر مرح في خشوة النمرح شوية الصلصة نشوار كيخفو زعفران مخصيش كيخ زعفران شوية أمامان شوية وصافي دخلت خمينة ونيكور شي هذاك سخ شويت قيش تفصيت هذاك خي سرمان هذاك شويت نزج تعاود تاني غي شوي وش غير شويت غير شويت روستيت شوية النفصار كي خاف صوت كمير قصخت شوية الزداد كي خزش ذا نختم مع راغي الطاجين وخا كين تربصرا مني لذيذة يتنى دغيا قصت قسم شوية الزداد وصافية نخاوض بطاطا ني نشويت العطرية بس نخمها مليح
نشوف كي يخبوش انا الخضره النانيت عجيبه البطاطا احسن من الطاجين احسن زي الخضره النانيت هاد نستمر راه الطاجين تكسخ شوية نتعرميلا قبل غادي يسخاو في إسرمان ني غادي نتشعمر في إسرمان نشامر المعنى من أحسن شعب نضع أهم الديد صغر السفح تفوثن دا يخمع أسرم فودي شناء أخص نقطار ميلا ني إذا خي زايدا أخص نقمع ذو جنة زعما الطاجين بطاطا لي سرمان كيس الحامض مصير زعما ما شاء الله وصافي إذا زد الصباح الطاس نقيخ الوراق الراند ولا الوراق سيدنا موسى نقيخ تنخسا منه وصافي تكن راني هنا تيبس خلاص نص ساعة يوم مع الطاجين النخ يبدأ يتنعنع مع ريحة الصباح نتمنى يا شنت أتجرب الطاجين إذا تزدي الشناء الصبح الطاس